ዘፍጥረት 12 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ከቁጥር 1 እንጀምራለን። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ከአገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተህ እኔ በማሳይ ምድር ውጣ፣ ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ ባርክሃለሁ፣ ስምህን አከብረዋለሁ፣ ለበረከት ሁን። የሚባርኩህን እባርካለሁ፣ የሚረግሙህንም እረግማለሁ፣ የምድር ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ። አብርሃምም እግዚአብሔር እንደነገረው ሄደ፣ ሎጥም ከእርሱ ጋር ሄደ። አብርሃምም ከካራን በወጣ ጊዜ 75 ዓመት ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንቀመጣለን። እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ሲገባለት የሚያደርግለትን ሁሉ በማከታተል እየተናገረው አብረው ይጓዛል። አብርሃም በእግዚአብሔር እይታ በእግዚአብሔር አይ በጣም የከበረ ሰው። አብርሃም ግን ይህን አይነትን ሁኔታ የሚፈልግ አይነት ሰው አየ። የባረካ ብዙ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ ስምህን አከብረዋለሁ፣ እንዲህ እያለ ይነግረዋል። እምቢ አደለም ያለው ተቀብሮ መያዝ ነው። እግዚአብሔርም እንደዚህ በመሆኑ ወዶታል፣ ይሸምርለታል እና የበረከት አጠባበቅ የሱ ቦታ አያያዝ አብርሃም ነው። ይሄ የአብርሃም ምልክት እግዚአብሔር የመምራት ምልክት ልታይ የማይል ሕይወት ያለው ሰው አብርሃም እግዚአብሔር እንደነገር የራስ ሀሳብ አጨመር አልቀመስ እግዚአብሔር እንደነገረው ሄደ። ሎጥም ከእሱ ጋር ሄደ፣ ከአብርሃም ጋር ሄደ። ሎጥ ከእግዚአብሔር ነገር ላይ ሲካፈል አይታለም በጣም ራብ ስለተጠቃ ወደ ግብፅ
لكن يجزيانين فكار عالبت أبرهام قلس يمنى أبرهام هون لا يجزيانين لك أدو رأي وده قلس بايقبات رأينا بل وده قلس مقباتك يجزيانين إبننا يجزيانين عالما يمي إيزوت يمي وطانك إيزوت يمي يدون قرار يجزيانين لك كأجزاءهم قال أبو مكتا من نامهج كأجزاءهم قال أيت دمام متو مهج لم يقتلت نجارو تشين بقولو بركة باتوجي براسا تشين تسايون تنشون نجار أجزاءهم بنيا ليس رابانك أدو نجار لا سيامت أو سياسبو أجابنا كجزائر قارة يمن أيقنا يمن نجارة لجزائر نقوم نسمع سمع مسألة الجمارة منا من قاضي أبراهام عندك ذيك تناكر وبهارا عن إني كتلو نجار أبراهام لو يسمع مسوى أيادا لك أكرر بولت كزيماني تكرر مسوى أكرر جزائر مين تكبر دم كتنيار حمدا رحب سمت آدم وزاد لبنت وداي الناس كم بتاعي تلبس لازم إخزاير ودا كم سمت كم سمت واتو نكنا يمير ربش كذا مني ربش كذا يا يمير ربش وكذي أنا كأنا كذا أهون ميبن لا تخزاير أبراهام لما سمع فتقول أبراهام كفر لما رأى فتقول ولا يقول شيء برهاب عبد كايتو يما يفتقول كم سمت نكبا لازم نفرط مستين وأنتم نوبين بلو يرهبنا نا كانت زيادة دارا مهد مجمّر عالي هنوئي مانا لابا كانت زيادة دارا مهد مجمّر عالي بلو براسا چن حسا وطن براسا چن حسا ين من نهد زمن ما يلي لأجزائر مسوحات يقرب لأجزائر نحساب لأقارت من يفلد كأجزائر كارا يمنه البطل المجاتشن الوان بدن قيمت وقال لبط ونهور أجزائر لو يمني مران إذا أجزائر بمتر الله كانت أجزائر كارا عالمه ودعت አምላኬን ከማምለክ ወደ ኋላ አልልም ያምላኬን ድምጽ በደህነቴ ጊዜ ይሰማ የነበረውን አሰማም ዛሬም እሰማለሁ ዛሬም ያው ነኝ ዛሬም ምንን እምነጥለኝ ከእግዚአብሔር የለም እሱን እሚከለክለኝን አልከተልም ብሎ መወሰን አዎ እግዚአብሔር በበጎነታችሁ እግዚአብሔር በመልካምነታችሁ እግዚአብሔር በትልቅነታችሁ እግዚአብሔርን ፈርታችሁ የምትሰሩት ሥራ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር የሚውል ከሆነ ለእናንተ ጠበቃ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።